السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أصدقائي وحبيبي في الله، والله العظيم لقد اشتقنا إليكم. فأيها الكرام، بالمناسبة ديال الغيبة ديالنا، وكيف ما كيقول المثل المغربي، قالك مرحبا باللي جا وجاب. نعم، فخوتي في هذه الليلة السعيدة أنا كنتصفح التليفون ديالي شي فيديوهات، فجاوني من الواتساب من بعض الأصدقاء، شفت واحد الفيديو والله العظيم تضرف له العين. وانتم ما تشوفوا الفيديو، تابعوا الفيديو وتوصلوا للنقطة المعلومة. فاخوتي اش كنقولوا؟ كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من يسيء حق هذا الدين المبارك. فاخوتي شفت واحد الفيديو لواحد الاخت مسكينة، بغات العفاف، بغات الطهارة، بغات نعم تستجب لقول الله ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن كاين بعض الناس نعوذ بالله حجرة في الطريق. اسأل الله تعالى في هذه الساعة ولعلها ساعة إجابة يا رب العالمين. اللهم يا ربي، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا يا ربي وفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا يا ربي تشغله في نفسه يا رب العالمين. فأخوتي أنا أهنئ كل الأخوات اللي مستقمن على هذا الدين المبارك بقول الله عز وجل على لسان هذه الزوجة الصالحة، الزوجة الربانية، ألا وهي آسية زوجة فرعون اللعين. قال الله عز وجل، الله، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله، هذه كيقولوا العلماء، قال لك طلبت الجار قبل الدار، بني لي عندك. يا سلام، هنيئا لك يا ايها الكريمه، يا ايها العفيفه. والله العظيم انا الاخت اللي مستقمه على الدين حق استقامه كنسميها صحابيه ديال 2018، صحابيه كتعيش في زمان سميتو 2018 والله العظيم. نعم، وقال الله عز وجل على لسان ديال سيدنا لوط عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، ما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. علاش؟ انهم اناس يتطهرون. وناس عباد الله ما بغوا والو، بغوا العفاف، بغوا النقاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. نمشيو هذاك المؤمن، نعم، اللي كان في زمان فرعون، اش قال؟ يا سلام يا سلام يا سلام. وقال الذي آمن يا قومي، وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يا أيها الأخ الكريم، هنيئا لك إلى كنت معدن ديال الخير، ويا ويلك إذا كنت معدن ديال الشر، نعوذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. لأسفني أنا، هو احنا كنعيشوا في دولة الإسلام والمسلمين،
ما شرفنيش هذا يكون عندنا في هذه البلاد. هذه البلاد عندنا بلاد طيبه والله العظيم، ولكن هذه الرساله كنوجهوها للمسؤولين. شكون اللي مسؤول على هاد الناس هادو؟ فينك يا وزاره؟ نعم الوزاره. الله يا ربي الحبيب، الوزاره ديالنا فينك؟ الوزاره ديالنا هنا، بغينا الوزاره ديالنا توقف معنا. نعم وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، بغينا الناس الوزاره يوقفوا مع هاد الناس هادو. ولكن يكفينا قول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه قالها سيدنا ابراهيم نعم عندما القوه في النار. اخواني فاصل وتشوفوا الفيديو. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا طالبه في الثانوية البيضاء، كنقرا في السنه الثانيه بكالوريا. المشكله ديالي اليوم بالاول كيف ما كتلاحظوا انني كنلبس حجاب الشرعي اللي هو الخيمه. المشكل اللي وقع لي اليوم انني تهانيت وحسيت بالحقره وحسيت بلي ما كنسوى والو، وحسيت بلي انتحب من جنبي. علاش هتلبس هاد اللبس؟ علاش هتلبس الدستور؟ والمشكل اللي وقع انني دخلت المدرسه باغا نقرا من جوج لستة، واذا بالمدير كيوقفني وكيقول لي خرجي. علاش نخرج؟ نخرج حيت لابسه هاد اللبس؟ انا بغيت نفهم هاد القضيه، واش خاصني نتهرى ونطلق شعري ونباكي وندخل ونتحاكم مع المدير ولا نغمزو ولا مع اي واحد فيما مشيت؟ عاد ناخذ حقي. واش من حدي انا لابسه هاد اللبس؟ عمري ما غنتعز، ما غيعاملني باحترام. ديما انا غنبقى ضعيفه في عيني بنادم حيت علاش حاش كنلبس هاد اللبس؟ بغيت نفهم واش انا درت شي غلط ملي دستو، واش انا درت شي غلط ملي دسترت؟ ربي عمرنا بالسترة، وانا ما كندير والو الا انني كنلب اللي عمرني بستر طاعه ليه واحتراما ليه. وما عرفش علاش وما فهمش علاش الانسان ما كيقدرش هاد المسؤوليه اللي انا حامله على عاتقي. واش انا ماشي بنادم؟ حتى انا ما كنحش بزاف، حتى انا ما كنبغيش ماشي بنت، حتى انا ما كنبغيش الماكي، حتى انا ما كنبغيش نطلق شعري، ما كنبغيش انا نصبغ ضفاري، ما كنبغيش نخرج، ما كنبغيش نضحك. ولكن لا، ربي فوق مني وربي كيشوف، وهادشي كامل درتو طاعه لله. ولكن صبرت وعييت من الصبر، وعييت من حس بالإيرا، وعييت من حس بالحكرة. متعرفوش أنا لحدي لابسة ما غنعيش، لحدي لابسة ديما غنبقى نحس بالحكرة والإهانة. فما مشيت بنادم، فما مشيت بنادم كيشوف فيا شوفة ناقصة. أنا زعما راني في المغرب،